وزعت مؤسسة اليتيم الخيرية في مقرها الآن في النجف الأشرف، وبالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية الكائن مقرها في العاصمة البريطانية لندن، مساعدات مالية على 380 عائلة من العوائل المسجلة التي ترعاها المؤسستان، بالإضافة إلى توزيع المدافئ الكهربائية والبطانيات. بمناسبة حلول فصل الشتاء تقيم مؤسسة اليتيم الخيرية وبالتعاون مع مؤسسة الإحسان بتوزيع المدافئ الكهربائية وتوزيع البطانيات على العوائل المسجلة لديها، وكذلك توزيع المستلزمات المدرسية على الأيتام بما يقارب أكثر من 350 عائلة. هذا وشمل التوزيع التجهيزات المدرسية كالحقائب المدرسية والأحذية ومواد أخرى لسد كافة احتياجات الأيتام المتعلقة بالمستلزمات الدراسية وحثهم على متابعة الدراسة. احنا استلمنا ملابس للجهال، جنط، صوبات، بطانيات، رواتب، يعني ما نقص الفرحانين احنا اليوم. وقد جرت عملية التوزيع بانسيابية لوجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن تلك العوائل واحتياجاتها الفعلية، والتي مكنت القائمين بالعمل لتوفير أفضل خدمة لهذه العوائل الكريمة. أنا أحضر توزيع المساعدات العينية والمادية في مؤسسة اليتيم الخيرية بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية العالمية في إنجلترا. لدي شعوران متضادان مختلفان، شعور بالسعادة أن أرى هذا التنظيم الهائل الجيد، حقيقة أنا دهشت لهذا العمل الخير من قبل مؤسسة اليتيم الخيرية، هذه الدقة في الأسماء والتوزيع والعناية والرعاية. والشعور الآخر أني متألم أن بلدا مثل العراق يرزخ بالنفط والموارد العظيمة، وأرى هذا الشعب الذي يعاني من هذا الفقر. فهذا شعوران ينتاباني مختلفان، وعسى أن أدعو إلى مؤسسة اليتيم الخيرية بالتوفيق والاستمرار في تقديم الخدمات إلى المحتاجين والأرامل والأيتام من أبناء الشعب العراقي. مؤسسة اليتيم الخيرية، قسم الإعلام.